معقول، مش معقول يا جوجو. أمان، سمعت طبشة باب، ما توقعت تكون أنت. بك شي؟ عم بيخوني. شو؟ عم بيخوني، عم بيخوني، عم بيخوني. رؤية أمل، وين كنت؟ من وين جاية؟ ما تقولي لي جاية من البيت، مش معقول يكون عم فوت نسوان على البيت. لحقته، شفته رايح ياخدها من البيت، قصدي من الفيلا. ما هو صار جراح مشهور، مستواه عالي. هيدا ما بيعني شي. طب لوين راحوا عرفتي؟ راحوا يتعشوا. هيدا كمان ما بيعني؟ ايه ما بيعني. سألتي حكيتيه؟ مش يمكن ظاهرين جروب كلهم سوا وحدا طلب منه يمرق يجيب مرته أو خطيبته لأنه بيته على طريقه؟ لا، بيتها مش على طريقه. طيب على القليلة تلف نسأليه. ما بسترجي أسأله، بخاف يكذب علي يقول لي كنت نايم بالبيت. والله بقت الحالة منتحر، أنا ما في أتحمل. ما عندي متأملة يخبرني شي خبرية تبرر يلي شفته. إذا فقدت هيدا الأمل أنا فقدت كل شي. رؤية أمل، أكيد في شي غلط. سيء، أنا بفوت لوحدي. مرسي على السهرة الحلوة. رح أعمل إفاق ما تكون الأخيرة. لينا بليز ما تفقسيني وتروحي لي كل شيء انبسطته الليلة. وآخرتها هيك بدنا نضل؟ لا هلا تغير كل شيء. بالأول ما كان عندي بديل عنها، بس من بعد ما تعرفت عليكي وحبيتك ما بقى في سبب ابقى معها ولا لحظة. ما حدا مضطر يعيش مع حدا عن شفقة. لازم هي تفهم هيدا الشيء وتعطيني حريتي. كيف بدها تفهم إذا أنت ما بتفهمها؟ أعطيني شوية وقت رح أتركها. لينا، إذا بتحبيني وثقي فيي رح لاقي حل بأقرب وقت ممكن.
شو يعني بأقرب وقت؟ روح على لك ما بتحبها طلقها وسيسها بالكسها هيك بكل بساطة؟ إذا تصرفت هيك أنت أول وحدة رح تعتبريني بلا ضمير ما فيني أصدمها فرد مرة لازم كمان انتبه على مشاعرها بالنهاية في عشرة عمر بيني وبينها ايه بس حط براسك انه انا ما راح انترك كثير بنوي هيك؟ من دون بوسة؟ اوعى تفكر انك راح تدق فيي قبل ما نتجوز حتى ولو بوسة صغيرة؟ بنوي هاي ناي ايه بوب اذا حكيتك امل بتقلي انك كنت سهران مع اصحابك وما رقت جبت مرت واحد صاحبك من بيتها بعدين بقلك ليش باي خلصت كورساتك امتى النهاردة؟ يوم عندي فول داي بخلص على الخمسة تحب اجي اوصلك ولا رايحة محل؟ ليه إذا رايحة محل ما بتجي بتوصلني؟ يعني اجي اوصلك؟ anyway لا أنا رايحة على البيت عندي درس اوكي هتحتاجيني معك بالدرس؟ لا thanks إذا عايزتك بدق لك اوكي see you later see you تغير علينا شيء لأنه معودين عليك ما تحكي كل عمرك أنت الصامت الأكبر بيناتنا نحن منحكي وأنت بتسمع وحسك أنك هلأ كمان عم تسمع مشان هيك رح أقلك أننا اشتقنا لك ناطرين رجعتك مش منعتك انك تخيبنا بليز متغير عيدتك هالمرة لقيت لناي قلت لها انك جاي قالت لي انه بعدها مسكرة معك هايصة بدها تجي بس الدكاترة مش عم يسمحوا لها كتير انبسطت بما جيتك كنت عم حس بالوحدة كتير يا ريت بيسمحوا لي ضل معادل 24 على 24 بس ممنوع ببقى كل الليل واعية ناطرة الصبح لحتى يطلع لحتى ارجع المستشفى كل شي في عندك اصحاب باريس ما جاي عمالي شوف حدا مني بمود اعمل اجتماعيات ولبي دعوات كل افكاري مع عادل هلا بطلتي وحيدة حكيتني جيهان تفاجأت انك جاي بتكون خبرتك اني تركت البيت انه ما كان فيك تلاقي حل تاني
اكتشفت اخيرا انه هذا الحل. كنت عم جرب لاقي حلول تتعايش مع جيهان. الحل اني ما عايش معه. كنت مفكرة انه مشكلتك مع ابنه مش معه. ما هو لو في مجال للتفاهم معه ما كان في مشكلة مع ابنه. بس هيدا ابنه وبحاجة إله. عم تطلب منها تتخلى عنه؟ هيك فهمتك؟ فهمني انت. انا طلبت منها تحطه بمصلحة ليشفى، لانه في اولاد غيره عايشين بالبيت، غير انه يمكن يأذيهم جسديا كمان عم ينأذوا نفسيا، وعم بيخافوا لانه في اشي عم بتصير مش عم يفهموها، وعم يوعوا على مواضيع كبيرة لعمرهم انه بكير عليهم ليفهموها. بس ابنه بعده منه جاهز لحتى يفوت على مصاح، شو بتجبره؟ لا تنطره تيصير حاضر، بس بهيك حالة الولاد ما رح يرجعوا على البيت. أمل، برمت عليكي كل الأوبيتال، قالوا لي إنك بالمكتب هون. تغديتي؟ لا. خي يلا نتغدى سوا. أنا اليوم خلصت كل عملياتي وما بدي استقبل موعد بالكلينيك، تعبت. ليش؟ هل قد كنت تعبان؟ ما امبارح ما قلت لك إنه رايح نام على وجه طب، كنت كتير تعبان؟ إيه قلت لي هيك شيء. ايه بدي قلي لينا بنته لوليد شاكر، هيدا يلي عملت له عملية من فترة وخلصته من الموت، من شي شهرين ثلاثة، عملية كثير خطرة. ايه بتذكر. حرام تعلق فيه التعليقة العجيبة، وحتى لما ظهر من المستشفى كان مصر انه انا شخصيا اعمل له القبر وغير له على الجرح، كان يدفع لي مصاري كثير، وكان يعزمني من الوقت للتاني عشاء غدا. على كل حال بريف مش هون الخبرية، الخبرية انه امبارح كان عيد ميلاده ومرته وولاده عاملين له عزيمة على مطعم، فكانوا قايلين لكل الأصحاب وأصروا أنه أنا أكون موجود آخر دقيقة، فما كان إلي عين قلن لا، حتى كانوا عزمينك لقلك بس أنا اعتذرت عنك. آه أنه هيك يعني تذكروك آخر لحظة؟ إيه قالت أنه الأم بتقول لبنتها أنه لازم تعزمي الدكتور حرب، هيك بتطلع مفاجأة حلوة لبيك، فحكتني بس أنا ما كنت بعرف وين المطعم، فاتفقنا أنه أمره أخدها ونروح سوا وهيك صار. ليه بتطلع فيه هيك؟ ماشي. صار معي شكيته لماما وقلت لها انه عم بيخنقني. شو قالت لي؟ رح تشتري لي بورش اكس. واو، وما قابل شو هذا الشيء؟ بتحمل وتكانت رجعت من السفر. لا هيدا منا حالي. ها هالقلب بتخاف منه؟ انا بدي اخاف منه هيدا الطرطور؟ هيك حسيت امبارح، قلت لك زبله ومشي تنفوت على الشاليه، قلت لي سربي معه وتركتني وفلت. انا كرمال مين عملت هيك؟ كرمال ما تعلق انت وامي، افترضنا ضربته وطلعنا على الشاليه وبعدين كان رح شكينا عند امي وكان طارت السياره، هيك بدك؟ معك حق، منيح اللي عملت هيك. كانت رح تكبر كثير، بعدين انا بفضل هلا مامي ما تعرف فيك. رح شوفك عشيه؟ لا، بفضل ما نشوف بعد هاليومين ثلاثه، بركي بينساك وببطل يراقبني. مجنونه انت؟ انا بدي اقعد ثلاث ايام بلاكي بموت. ما عليه، ضحي شوي كرمال مستقبلنا. عشان حكينا على السكايب كل ساعة.
ما بيسوى كل ساعتين؟ رح اشتاق لك وحياة الله رح اشتاق لك. باي. هلو. أمل، شو بك لفيتي هيك؟ أنت دقيتي لبوب؟ شو؟ وحياة صحة عادل قولي لي الحقيقة. أنت دقيتي لبوب وخبرتيه إني عرفت كل شيء؟ يا ريت ما بتحلفيني بصحة عادل على حيالله موضوع، حتى لو ما اعتبرتيه بهم. أوكي. سوري. بس بليز قولي لي انك ما حكيتي. ليش شكيتي اني حكيته؟ لانه اجا خبرني خبريه راكبه على يلي شفته بالتفاصيل، وانت بتعرفي كتير منيح لبوب، ما قالوا جلاد يفسر ولا قالوا جلاد يحكي بالتفاصيل، كيف ثاقبت يعني؟ يعني طلع في تبرير لقصه ظهرته مع الست اللي شفتيها معه. لك مركبه، مركبه تركيب، انا ماني هبله. إيه الحمد لله. طب شو هلا يعني؟ ما دقيتي له ونبهتيه؟ بشرفك، انت وين وانا وين؟ يا ريت بشوف جوزي مع شي مره ثانيه. ولا يكون مشلوح هيك بين الحياة والموت بسواء تنصيف. ايه انا لا، ما بفكر هيك. فاضل شوفه ميت على اني شوفه مع مرة تانية، شو رأيك؟ الو، وينك؟ عارفه ويني. ما تستلمني سمير، كنت بأوتيل ولا عند غاده؟ غاده ما قبلت الا روح جيب ثيابي من الأوتيل وانزل عنده. هيك بتروح على بيريز بدون ما تخبر حدا؟ اعطيت خبر لسكرتيرتي بالمكتب. فسر لي شغلي سمير، انت عم تنتقم مني؟ انا عم بعد عنك قد ما فيي تخفف تاثيرك علي وفكر بموضوعي. بعدين حسيت غادة محتجت لي ولقيتها فرصة تشق عادل. وشو كنت خسرت لو حكيتني وشرحت لي كل هو قبل ما تفل؟ شو الفرق؟ يعني هيك أحسن، أنت بمطرح وأولادي بمطرح وأنا بمطرح. المهم ابني كميل حدك. مش عزوقك.
باي تيتا. باي تيتا. خاطركم حبيباتي، الله معكم. ميرسي مرت عمي، ميرسي كثير انك اهتميتي فيهم بغيابي. باي. اخ هالكناين، اخ اتنين اخر زمن. عادي لأشوف شو قصتك اليوم؟ هيك على غير عادتك ما سألتيني وين رايح وين جاي شو عم تاكل، هيك حاسك شوي بعيدة. لشو بدي أسألك؟ طالما على الحالتين رح تجاوبني شي ورح تعمل شي تاني. فيني أعرف أمل لشو هلأ مني؟ شو عامل لك؟ كل يلي خبرتني إياه امبارح مش راكب براسي. وشو خبرتك؟ عيد ميلاد مريض عندك، عزمك على العشاء، ما بتعرف وين المطرح، رحت أخذ بنته من البيت، كل هيدي القصة ما عجبتني. وشو يلي مش عاجبك فيها؟ أولاً طول عمرك تظهر مع أصحابك وما تخبرني، وإذا سألتك شي سؤال بتعصب علي. شو اللي صار امبارح تنزل عليك الوحي فجأة وخبرتني قصة طويلة عريضة بالتفاصيل المملة؟ بعد كان ناقص تخبرني شو أكلته وشو تعشيته وشو كنتوا لابسين وكم شمعة كان في بالجاتو؟ ما خبرتني. ما عم بفهم أمل. ما كان بدك خبرك؟ السؤال هو ليه خبرتني؟ والله العظيم ما عم بفهم عليك. كيف عرفت ان لحقتك وشفتك عم تاخد هيدي المرة من البيت لتروحوا سوا على الريستوران؟ كيف عرفت؟ لحقتيني؟ وليه بدك تلحقيني؟ لأنه من يومين رحت على البيت لطلع عليك ما لقيتك. سألتك تاني نهار وين كنت، قلت لي كنت نايم. شو رأيك؟ ما بعرف عن أي ليلة عم تحكي، بس إذا قلت لك كنت نايم يعني كنت نايم، ليه بدي أكذب عليكي؟ ما بعرف، بس أنت ما كنت نايم إلا إذا صرت تروبس بالليل وتطلع من البيت بلا ما تعرف. فتشت بكل البيت؟ أنت بتعرفي إنه أوقات بكون عم بحضر تي في بأوضة القعدة، بكون نمت على الصوفة. لا ما برمت بكل البيت. لحقتيني تترقبيني؟ وليه بدك تشكي فيي؟ ليه أنا أي متى خنتك أصلاً؟ أو عملت أي تصرف بيدعي للشك؟ أنت أكثر وحدة عم تعرفي كم عملية عم بعمل بالنهار، وكم مريض عم شوف بالكلينيك هون. ليه أنا عندي وقت لأظهر مع نسوان أو أصلاً عندي وقت لأتعرف عن نسوان؟ عيب الشوم عليكي. مش عم صدق إنك لحقتيني. وصلت معك لهون؟ يا ريت ما شفتك ولا رضيتك لأنك سميتي لي بدني. شو؟ لك كيف تعطيها إياه هون؟ مبلا كان فيك تمنعيها. يا عمي حتى لولادها، يا ماما ما أنا شرح لك الوضع. أوكي ماما. الحق مش عليك. باي. غدا وينك؟ بعدك بالمستشفى؟ طيب هلا بس توصلي بنحكي. انا مضطر انزل بكره الصبح على لبنان، لو في طياره بمشي الليله. بعد اسبوعين بقى هنرجع المستشفى، تظبط الجدول بتاعك على الجدول بتاعي عشان تبقي قدامي طول الوقت يا قلبي، وما تفرقنيش ابدا يا حياه قلبي. حاضر يا نبيل، هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس علشان خاطري اوعى تعمل اي تصرف مجنون، علشان انا عارفه جنانك. وبعدين احنا هنبقى في مستشفى يعني في وسط ناس، وانا مش حابه يحصل لنا فضايح. يا حبيبه قلبي بالليل الدنيا بتبقى رايقه في المستشفى خالص، محدش بيشوف حد. ما هي الفضايح ما بتحصلش الا بالليل. ما تخافيش، انا حريص اكتر منك ان انا ما نتكشفش لحد ما اخد اللي احنا عايزينه من الجوازه الزفت اللي انا متجوزها دي. انت مش طايقها للدرجه دي يا نبيل؟ ابوس ايدك ما تجيبليش سيرتها، انا بكره الارض اللي هي ماشيه عليها اساسا. يا بنتي دي مش عاجبها حد ولا عاجبها اي حاجه. انت مش شايفه بتتعامل مع الناس ازاي وقاعده تتنك على كل الناس ازاي؟ لو ايه بتتنك عليا محسساني ان هي مثلا عامله لي جميله ان هي هتتجوزني، وكل شويه فلوس الماما، المستشفى تبع الماما، كل حاجه تبع الماما. انا مش عارف انا هفضل مقضي الوقت ده معاها ازاي.
انا مخنوق وقرفان منها، والمشكلة بقى اللي انا خايف منها ان مامتها تفضل قفشة وما تساعدناش، والمصيبة الاكبر بقى ان هي ممكن تحاربني في شغلي. تحاربك؟ تحاربك ازاي؟ اولا ان هي ما تساعدنيش ماديا، تاني حاجة ان هي ممكن تطلع عليا سمعة وما تشغلنيش في ولا مستشفى في البلد اللي احنا قاعدين فيها دي. يعني ايه؟ يعني احنا ممكن بعد التضحيات اللي احنا ضحيناها دي كلها انت تتضر بدل ما يقفوا جنبك؟ لا، انا هخليها تساعدني غصبا عنها هي وامها. ازاي يا نبيل؟ سيبي كل حاجة لوقتها، بس ما تقطعيش انتي بس، وبعدين يمكن ربنا يهدي مامتها وتساعدنا. احنا مش عايزين نتخيل الوحش ونسيب الحلو. المهم انتي وحشاني قوي، وحشتني قوي قوي. تفضل المطر الليله. لا شو خص مرتي، صارت الساعه 9 وانا بعدني هون بالاوبيتال، لاروح على البيت واتحمم بتكون صارت 10:30 وبكره عندي عمليه الساعه 7. حياتي انا رح اشتاق لك. اوكي رح احكيك قبل ما انام، بحبك، باي. بعد ما وعي ولا مرة؟ ايه، قال لي دكتور مرعب انه خففوا له الدوز. بعرف رح يقع على الوجع. انا مقضيتها بستقبل وبودع، ما برتاح الا بالليل. بعرف ما قليش لدي تستقبل حدا. عم تقري له الجرايد؟ أكيد بحب يعرف شو عم بيصير بالعالم وبلبنان كمان. عبعزبك معي يا غادة. أوكي، مع السلامة. بطلت عم بفهم شي يا أمل. كبري عقلك، شو مجذوب هو ليرجع يظهر من بعد ما عرف انك عم تراقبيه؟ يمكن فكرني خفت منه وبطلت عم راقبه. ما عندك اثبات لخيانته. خبرك شو صار معه قبل ما عرف انك لحقتي. عرف بشي طريقه اني لحقته. ولا عم تطلعي فيي هيك؟ برجع بقول لك اياها، اذا طلع بريء وعرف اني عم راقبه هالمره رح يطلقني، بيخترب بيتي عن جد. اوكي، ما لازم ابدا يعرف اني عم راقبه. عم تفهم علي؟ لا سمح الله طلع مزبوط عم بخونك، بتخربي بيتك. انا رح روح وارجع شوي، ما تنطريني. نامي. يا أمل فوتي حبيبتي فوتي. سوري حياتي، كنت نايم وعايتك؟ لا بعد ما خفيت. وانت شو عم تعملي هون؟ أنا جيت أخذ كم غرض لإلي وجاي أشوف إذا عايز شي. ما بحب شوفك زعلان مني. جاي تشوف اذا عايش شي ولا جاي تتجسس علي؟
نيتك عاطلة مش مزبوط. لي أول مرة برضيك؟ ما قلي بالعادة يعني؟ بلا بس مغيرة عادتك هالأيام، صايرة حقودة وعصبية، بتعملي مشاكل. مش بس هيك، بطلت تعتذري حتى. ما أنا كرمال هيك جيت تعتذر منك. اعتذارك مقبول. ضهري وسكر الباب وراكي. أنت عملية بكرة الصبح بدلين بكير. أوكي، أنا رح شوف شو في نواقص بالبيت، بتروح بكرة على السوبر ماركت. رح تلاقي كتير قصص ناقصة. بروفيسور؟ هاي دكتور. شو؟ علمي رجعتي لنا بعد جمعتين؟ نسيت انه بيتنا فوق المستشفى؟ مزبوط نسيت. شو جاي تشقع على الزعرة الصغيرة؟ ايه، لانه اذا انا ما بجي بشوفها هي ما بتسأل. تعبانة كتير، صار لي ليلتين عم بعمل جارد، عم فكر شوفها شوي ونام بقوتي. بتعرفي من اول ما سافرت امك انا هاي اول مرة بنام ببيتي. عندي عملية كتير مهمة وما بأمن لحدا يعملها غيري، فلازم كون مرتاح فكريا وجسديا. زرع كلوي؟ مزبوط. بليز بروفيسور، فيني احضر العملية معك؟ مش دايما بيصير لي احضر هيك عمليات. مع اساس بدك تنامي؟ ليه انام؟ اوكي، ماشي نحضرها سوا. يا ما رح اقول لك اهلا وسهلا لانه البيت بيتك. عم تتحديني جيهان؟ طلعت جبت الاولاد بغيابي؟ قليلي؟ هول اولادي، جيبهم ساعة البدي سمير. ليك جيهان، واصلي معي منك لهون، انتبهي على تصرفاتك معي، والا رح تشوفي شيء مش شايفتيه بحياتك. وطي صوتك وخلينا نحكي على رواق. الاولاد بالبيت، ما بدي اياهم يخافوا. يعطيك العافية أنت كمان دكتور. ناجي، بدي اياكم تاخذوا لها ضغطها كل ساعة وتعملوا لها يورين تيست كل 3 ساعات، أوكي؟ حاضر دكتور. عملية ناجحة 100%. إن شاء الله جسمها يتأقلم مع الكلمة. من الله رد، أنا أكيد إنه رح يمشي الحال. صراحة بعد كل العمليات اللي حضرتهم واللي شاركت فيهم، هيدي أنظف عملية حضرتها. بروفيسور أحمد، أنت دكتور كثير عظيم، وأنا فخورة إني كنت تلميذتك. سمعت انه انت ونبيل رح ترجعوا انت على المستشفى، ما هيك؟ بالاذن. الاولاد رح يروحوا معي، فهمتي؟ والمدرسه بدك اياهم كل يوم يضلوا طالعين نازلين بهالشتم الضيعه؟ لا، رح استأجر بيت ببيروت. خبرتن للولاد؟ أخذت رأيهم؟
قلت لهم انه رح يتركوا البيت ويروحوا يعيشوا معك؟ اكيد لا، لانه ساعتها رح اضطر اخبرهم عن وضع خيهم. طيب اذا خلص، اذا القصه انت خايف عليهم من كميل، ارجع انت وياهم على البيت وانا باخده وبنروح نعيش عن بيت بيو. بتروحي تعيشي عن جوزك السابق؟ جوزي السابق ما دعس بالبيت من وقت ما طلقنا. ايه بس بضل اسمه بيت جوزك السابق. ما انا عم حاول لاقي حل معك. الحل جيهان انك تفوتي ابنك على مصحته يتعالج، اذا بدك ياني خلي اخواته يعيشوا معه تحت سقف واحد. قومي، إليك أربع ساعات نايمة، على حساب جاي تشوفيني. صف حضرت عملية وجيت نمتي، زربتيني بالبيت نهار فرصتي وما عم بتسليني. ولو قولي لها ميما تعمل نسكافيه. ميما ميك نسكافيه فور نانا. دخلك سارة عم تحكيكي؟ دايما. وأنت؟ من وقت اللي تجوزت حكيتني مرة، بعدين ما رجعت تلفني. اصلا هلا صار لها شي جمعه ما حكيتني، رايحه على منطقه بدائيه ما فيها خطوط تليفونات. يا دخلك ما خبرتيني. حلو الزواج؟ اصحك تتجوزي قبل ما يكون صار عمرك 30 وتكوني عشتي حياتك بالطول وبالعرض. الزواج مسؤوليات بلا طعمه، حدا بيكون هو سيد قراره وبيجيب حدا يشاركه فيه. لو بتشوفي ما لفتره قضيناها بالبيت جحيم، مام كانت ما بتنطق، كانه في شي دفن بالبيت لا سمح الله. فوق الدكة سقط بكل المواد، طلعت كل فشة الخلق فيي. بعرف. خلينا نغير الموضوع. خبريني، ما قلع السنة بالجامعة؟ ما تاخدي دور مام، بكفيني أم وحدة. طيب، خبريني، بعدك مع أدونيس؟ أدونيس؟ أخبارك قديمة. صرتي مع هذا المدمن يعني؟ جوي؟ ما بعبر الراس. عم تدهري مع حدا بيعبر الراس؟ I think I'm in love. بس وقعت خبري مام. In love؟ مين؟ طب شو اسمه؟ شو بيعمل؟ مارك. شاب حلو مهضوم. بتسلى كتير معه. هو وسام بيعرفه؟ شو قصه وسام؟ يعني شكله وسام مش راضي عليه. هيدا اللي كان بعد ناقص، اخد رأي وسام بأصحابي. شو رح تنام هون ليلة؟ ما بعتقد. صار لي ليلتين عم بعمل جارد وما عم شوف نبيل. اليوم تنينتنا فرصة، فبعتقد انه بدنا نستفيد من الوقت ونشوف بعض. ايه لازم. بعدكن عرسان جديد. حبيبي هو عم بيقول هيك لانه خايف عليك، بده اياك تتعالج. هو ما خصه فيي، ليه كلكم تتدخلوا بحياتي؟ انا حر يا عمي. شو في مامي؟ فلي لهون انت كمان. كميل اقعد، بليز اقعد. اول شيء ما فيك تصرخ عليها هيك. ميسا كثير بتحبك وبتحن عليك. لك انا ما بدي حدا يحن علي وما بدي حدا يحبني، ولا انت ولا جوزك ولا اولادك ولا داد. فلوا عني كلكم. كيف يعني؟ بدك نتركك لحالك بهالدنيا؟ تدمر مستقبلك وصحتك؟ ناطر مني اتقبل هيدا الشيء؟ لك صار لكم 14 سنة تركيني، هلا فقتوا علي وعلى مستقبلي وعلى صحتي؟ يا حبيبي فهم بقى. هيدا اللي صار كله غصبا عني. وبسببه عم بخسر عائلتي وولادي. أنا غلطة حياتي إني تنزلت عن الوصاية. بس على أساس إنه أشوفك كل يوم. على أساس إنك تيجي معي بالويكند. مش على أساس إنه أخسرك 14 سنة. مام. I need cocaine. ما بقدر. أو بعطيني على لندن أو اشتري لي.
شو؟ مام بليز أنا كتير زعلان ويأسان بهالحياة. أو جيبي لي كوكايين أو أنا رح انتحر. بعد العمر يتغير احساسنا.